السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا كنت يعني ناوي يعني أجهز نفسي الرحلة رحلة حداق للخيران، ولكن إن الأسبوع هذا يعني الماية ما توافق، يعني تالي الليل والظهر، وأنا أرغب إن تكون الماية بعد المغرب يعني على مد يكون أفضل يعني للصيد وهذا، وأنا أكثر أحب حداقي دائما يكون يعني بالليل يعني. فشفت إن الماية يعني ما توافق، ويعني راح يعني الأسبوع الجاي ممكن تتحسن، وإن شاء الله يكون يعني إذا الله قدر إني أطلع برحلة الأسبوع الجاي. فالحين مثل ما تقول قاعد طرت علي سالفة أبي أقولها لكم، وهي من السوالف الحقيقة اللي أحبها، وسالفة هي مشهورة عند العرب ورويت عدة مرات وكل إنسان رواها على طريقته، لكن استغر في نفسي يعني هذا السرد الجميل لها، وأحب أني أذكرها لكم لما فيها الحقيقة من يعني المعاني الطيبة الكبيرة والعبر يعني يعني الواحد يستفيد منها. والسالفة هذه صارت في منطقة حفر الباطن، معروفة منطقة حفر الباطن اللي يعني تكون أقرب مدينة من شمال للكويت. وحفر الباطن يعني معروفة قديما ملتقى يعني تجارة، ملتقى قوافل قديما، وبعدين يعني شوي تطورت، وهي مركز خاصة لتجارة الأغنام يعني والجمال وما ينتج منها يعني من الأصواف والبر ويعني المنتجات والعلف، يعني حركة كانت حامرة يعني. وكانت أيامها الحفر بسيطة، تتكون من عدة بيوت يعني بيوت حجرية وبيوت طينية، ومو كل واحد يعني يمتلك بيت، فكانت أغلب سكانها من البادية وأغلبهم يسكنون بيوت الشعر. وكانت المنطقة تتخالط يعني تتخالط من بيوت الشعر والبيوت هذه المبنية يعني بين الساحات بالبراحات، تلقى هذا بيت تلقى جنبه بيت شعر، منك بيت شعر، أطراف يعني المنطقة كلها بيوت شعر، وتكثر أكثر شيء وقت الصيف. يعني وقت الصيف يعني توقف الأمطار وتجف الخباري ويقل الماي، فيضطرون أغلب العرب يعني البادية أنهم يقربون ل يعني مدينة الحفر هذه، والسبب حتى يكونون قريبين عند الآبار يسكون حلالهم وجمالهم، ويعني حتى بعدين يعني لما يعني تنزل الأمطار ويجي الوسم وهذا يردون مرة ثانية يعني للبر وراء العشب والخباري والمرعى. والقصة هذه على واحد الله يرحمه قال له محمد فيحان المطيري. وهذا الرجل رجل كريم يعني عنده بيت شعر ومضيف وميسور الحال، وعنده حلال وعنده جمال ويمتلك سيارة، ومن النادر يعني القلة اللي يقدر يمتلك سيارة وانيت عنده، يعني هذا يدل على أن حالته يعني رجل ميسور وغني شوي. وكان حاط له مضيف يستقبل فيه الناس أقاربه وجماعته، ودائما يعني مضيف عامر يعني يقدم لهم يعني العشاء والغداء والقهوة، وملتقى صار عنده يعني، فالناس تتجمع عنده، ولدرجة حتى يساعدهم يعني يحب الناس ويحب يساعدهم، ويعني حتى بسيارته ما يبخل فيها يوديهم أو يشيل لهم أغراض وكذا يساعد. وحصل مرة في الحفر في عدة يكون دكاكين يعني معدودة، الدكان يعني يكون في بيت طرف البيت، ويكون الدكان هذا في حاجيات الناس يعني مثل الحين سوبر ماركت حاليا، بس على شكل دكان قديم يعني فيه يعني يشترون منه يعني الرز والقهوة والملح والعيش والأواني المنزلية أو الجلود القراب، كل ما يحتاجونه
في يكون في هذا الدكان. ففي يوم من الأيام راح محمد فيحان المطيري الله يرحمه إلى الدكان بيشتري، يعني ما يكسر البيت والمضيف من القهوة والرز ومن الأشياء اللي يحتاجها. يوم وصل هذا الدكان اللي يروح له، والدكان على فكرة طريقته أنه وراه يصير في حوش غنم، حوش محصار، لأن طريقتهم قبل يعني راعي الدكان يعني ما يدين، يعني كان إذا جو بعض يعني العرب أو البادية يبون أغراض إذا ما عندهم فلوس يضطرون أنهم يرهنون عنده شاة أو معزة بثمن الشيء اللي اشتراه، ويتفق وياه على مدة، يعني أنه إذا جاب فلوسه يرد لشاته أو يعني اللي حطه أو معزة وهذا، وإذا ما جاي يتصرف فيها ويسدد منها فلوس على الأغراض اللي يعني خذاها من راعي المحل يعني. وهذه ماشيين على هالطريقة. فيوم راح محمد فيحان طيري للدكان هذا بهذا اللي قاعد راعي الدكان قاعد يتجادل شوي مع واحد معاه ذلولة وماخذ لشاري لها أغراض، طلع لها أغراض وشاري من الظهر الرز وأشياء وكذا للبيت، ويتجادل طلع هذا راعي الذلول ما عنده فلوس، ويقول له أنت أمهلني بس إن شاء الله، يعني لك مني إن شاء الله أني أنا يعني أرد لك فلوسك وكذا هذا. فرد عليه راعي الدكان قال لا، أنا لو بكل واحدة بعطيه دينه ما قدرت أشتغل خلاص، لكن أنت إذا تبي تأخذ هذه البضاعة ما عندك شيء ارهن ذلولك عندي، ولا جبت الفلوس خذ ذلولك. قال لي شلون أنا يعني أعطيك ذلولي، شلون أشيل الأغراض، أنا ما عندي إلا هالذلول اللي أروح فيها وجهي. وعلى هالجدال هذا فمحمد فيحان طيري لما سمع هذا المشاف الموضوع قدامه وهذا تعثر، يعني شاف هذا حالة الرجل راعي الذلول يعني ومعتاز، فتدخل وكلم راعي المحل وقال له تعال. يوم جاء قال ها، قال كم تبي منه؟ قال أبي منه والله 50 ريال. طبعا 50 ريال يعني مبلغ في أيامها، مو مثل الحين يمكن ما تسوى 4 دنانير، لكن قبل لا تسوى لها، يمكن تسوى 40-50 يعني الفلوس تغيرت. يعني أنا أذكر في الستينات كان والدي الله يرحمه ذبيحة 4 دنانير، فلها ثمن لها قيمة قبل. فقال له خلاص هذه 50 ريال عن 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 أغراضه خلاص سدتها. فقبل راعي الدكان خذ الفلوس، ويوم هذا ويجي راعي الذلول ويكلم هذا قال له ماكو داعي ليش تدفع عني وهذا. قال يا رجال الناس وكل بالله، وانت تظن يعني ادري انك محتاج وهذه يعني مني لك وهذا. قال اجل لازم تعلمني اسمك. قال ما يحتاج يعلمك اسمي، هذا شيء ابي عند الله وكذا. قال لا لازم تعلمني باسمك ولا ارد الاغراض، انت تدري ان العرب عندنا اذا واحد سوى معروف لازم نعرف من هو، لو انا ما قدرت اسدده يسدده واحد من قبيلتي. قال له انا اسمي محمد فيحان المطيري. قال انا معاك فلان الرويلي اعنزي. وتشكر منه وهذا، قال ان شاء الله ان الله يعني اني بسدد ان شاء الله اللي عطيتني اياه ورد معروفك وجزاك الله خير. وراح الرويلي خذ أغراضه وراح خذ الأغراض محمد فيحان المطيري ورد، ومشى على طبيعته وعلى كرمه. ومشت السنين، مشت السنين يعني طولت يمكن إلى 20 سنة، يعني بواخرها صاب الناس قحط، وقفت الأمطار يعني فترة ما عاد جت أمطار، وطبعا يعني وبدأ الحلال يمرض ويموت من العطش، ناس يعني هلكت جاهم دهر، يعني قامت الناس تمرض بعضها يموت والحلال يموت. طبعا من عرضهم محمد فيحان المطيري بدت عنده الغنم تمرض وتموت من الحر ومن الامراض اللي انتشرت، وماتت كل يعني الغنم اللي عنده
وعقبها راحت عندها بعارينه كلها راحت، واضطر انه يبيع الوانيت حتى يكمل يعني بالمصروف على البيت وعلى المضيف وتنتهي فلوسه، ويصير على بساط الفقر ويقعد مهموم يعني ضاقت فيه الدنيا ما عاد عنده شيء عقب العز اللي قبل والخير والمضيف والناس، صار الحين من أفقر الناس يا ضاق من الدنيا ما أدري شو يسوي. الله معطيه زوجة صالحة من الزوجات اللي لها راي سديد وتعين الزوج، فقالت له يا فلان إيش رايك أن نشد نرحل نروح ديرة ثانية ما حد يعرفنا لين الله ييسرها. قال شورت هالشكل، قالت اي والله توكل خلنا نطلع على عيش تسوي قاعد، لو يجيك احد ولا يجينا احد حتى قهوة ما نقدر نعطي. قال توكلنا على الله، ويروح يأجر له من هالسيارات قبل الشاحنات واللي تروح وتجي، وياخذ له شاحنة ويشيل بيته واغراضه ويحطها بالشاحنة ويتجه شمال الى منطقة عرار. راح عرعر يدور له مكان يدور له مكان عساس ينزل فيه، ما لقى له إلا سهلة براحة ورا قصر كبير، وعجبه المكان وبنى بيته بهالمكان. ويوم خلص توا بان بيته وحط أغراضه وكل شيء، ولا يجي واحد من القصر ويسلم عليه قال يا هلا بالجار ويا هلا ومرحبا وحياك الله، وتراك معزوم على الغداء عند الأمير عند هذا طلع قصر الإمارة، ويقول لك الأمير تجي تقدى عندنا. قال إن شاء الله، وفعلا يوم خلص هذا وراح، يوم جاء ولا مضيف ولا أمير، وكأنه يعرف الأمير وما أدري هو السديري يعني الأمير محمد الثاني الله يرحمه، لقى الأمير ولقى عنده ناس من كبار الناس ويعني شيوخ منهم بمهيد ويعني من المشايخ، وسلم عليهم وقعد وتغدى واستانس وردت أجواءه اللي قبل كان عايشها والحالة الطيبة. وطلع فيه دورية صايرة، خلصوا من الغداء عزموهم الثانيين على غدا ثاني ويروح معهم. افتر له مرة مرتين وعقب انتبه، قال أنا وين رايح؟ أنا وين أقعد أفتر؟ وعيب علي أفتر أنا على معاهم بالدوريات، لازم إني أعزمهم وأنا حالتي وين؟ لكن لازم أعزمهم ولا هذه تقطع الوجه أني أفتر معاهم هالشكل. كان يقول ترى يا جماعة غداكم باكر عندنا، هو ما عنده شيء، قال غداكم عندنا. ويوم هذا وما أدري من تكلم أدري الأمير هذا قال لا لا الغداء معزومين عند فلان، خله عشاء باكر عشان عندك. قال حياكم الله. ويوم طلع ولا صاكة فيه الدنيا يذكر شي يبي لهم ذبيحتين يعني يجيب لهم، ما عنده شيء وتضيق فيه الدنيا ومسكين هو يمشي بشته انسل منه وما بقى إلا على كتفه. من شافته شافت امرته، يوم شافته وجاي هالشكل بشته منسل عرفت ان زوجها ضايق وان فيه مشكلة صارت له. ويوم جاء سلامات ابو فلان عسى ما شرب فلان، ايش فيك ايش فيك كنت تستقبله وهذا؟ قال لا والله اللي طحت لي في مصيبة، طحت لي بشيء يقطع الوجه، انا قعدت امشي مع الشيوخ وقعدت افتر وياهم بالدوريات وعزمتهم، الحين انا شاط لا عندي شيء، يبي لهم ذبيحتين منين اجيب منين كذا، ومسكين تفرقع وتجيب له ماي ويغسل وجهه ويسمي عليه ويهدى. قالت يا ابن الحلال انت رجال كريم ورجال يعني اعمالك طيبه وخير وكنت تضيف الناس وما تقصر مع الناس، والله سبحانه وتعالى ما راح يتخلى عنك، الله سبحانه وتعالى بيوقف معك ان شاء الله. عطتها الكلام الطيب اللي هدي نفسه يوم هدا، قالت ان شاء الله. قالت متى باكر الغداء؟ قال لا، قال العشاء. قالت يقوم العشاء ان شاء الله بيحلها الف حلال، وان شاء الله بتعشي ضيوفك وبشر بالخير وبيسهلها الله، نام الليله هالعين وان شاء الله من اصبح افلح.
يوم قام الصبح ولا تقول لمرته شوف شوف قدامهم كان في قرو، يعني قرو مثل البرشة، يعني يطلعون الماي من البير ويحطونه بهالبرشة تجمع عليه الحلال والغنم تشرب منه. قالت شوف 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 القرو هذاك، شوف راعي الغنم اللي جاي القطيع هذاك اللي شكثره معاه جاي بيرفي يروي الغنم، رحلة رحلة جود الله سبحانه وتعالى يسخر لك ويعطيك ذبيحتين، ويلبس بشته ويأخذ عصاته ويروح، وياب جاء ويسلم عليه ويا هلا مرحبا وكذا وهذا. قال يا ابن الحلال والله سالفتي هالشكل سالفتي هالشكل سالفتي هالشكل، والله بينقطع وجهي، يا ليت بس أبي منك بس أبي لي راسين، وإن شاء الله أبشر إن الله عاني إني أردهم لك، بس أبيك تسد وجهي وهذا. ذاك تعثر قال والله إن سالفتك صعبة، لكن والله يا ابن الحلال أنا ما أقدر أتصرف في الغنم، هذه مهيلي. قال مهيلك؟ قال وين راعيها؟ ودلني عليه خلنا نروح لها الحين. قال والله راعيه يطلب لك الحل متوفي. قال شلون تقول راعيها ومتوفي؟ ايش سالفتك انت؟ قال الله يسلمك هذه الغنم لابوي الله يرحمه، وتوفى، وعقب ما توفى عزل عندنا حلال وعزل هالغنم هذه كلها، وقال هذا الحلال توديه الواحد له دين علي وهذه حلاله، وتروح الدوره وتحلني في الشيء هذا. قال زين وين هنا احنا نروح لدني عليه؟ قال والله اني قاعد ادوره ما لقيته، اذكروني ان له بالحفر ورحت ما لقيته، وجيت هني ادور يمكن احصله. قال شو اسمه؟ قال اسمه محمد فيحان المطيري. قال شنو؟ محمد فيحان المطيري؟ متاكد؟ قال لي نعم متاكد. وشلون جت محمد فيحان المطيري؟ قالت ها قال له سالفه ابوي انا فلان الرويلي كان قبل محمد الفيحان عطاه 50 ريال سددهن له، والوالد حلف انه يردها له، وهذا شيء يوم انه دبرناك يعني فتره ما لقيناك اشترى فيهن كم راس وحطهن ترعى مع الغنم وتكاثرت ولا تشوفها صارت حول 200 راس، والحين انا بس لو احصل ابي احلل ابوي ويعني هالامانه اسلمها. قال انا محمد فيحان المطيري. قال صاد؟ قال لي والله انا محمد فيحان المطيري، وانا اللي كنت في الحفر وكذا وكذا وكذا. قال جابك الله، والله اني انا شايل هم هالغنم هذه بيوصلها، والله جابك لعندي، اخذ هذه غنمك كلها والله يوفقك، ان شاء الله ان ابوي محلل. ويتشكر منه مصدق على فقر ويجي 200 راس ويتحمد الله وياخذ الغنم كلها ويقعد يسوقها بالخيزرانة ويجيب هالبيت، ومرته بالبيت الطالع متعجبة ورايح بيجيب لها راسين ولا جايب هالقطيع اللي شكفره. وسبحان الله شوف يعني ان الله لا ينسى من احسن عمله، يعني الانسان اذا سوى عمل يعني الله يرد له، وين لو دارت الدنيا لو دارت سنين لا بد يرجع طيبة عليه. إن شاء الله تكون هذه السالفة عجبتكم، وأنا ذكرتها لأن هي معروفة لكن في يعني ناس يمكن ما سمعوها، فإن شاء الله يستمتعون منها ويستفيدون منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.